سلامة خويا. السلامة. شنو هي تستنى من 2014؟ ما نستنى شيء. الأمور تتحسن في البلاد ولا لا؟ لا. و 2013 شنو هي قعد في بالك من؟ قعد في بالي كل شيء. وما تعجبش خلاص، عاد خير. ما فيها حتى حاجة باهية؟ ما فيهاش. هو الحكومة الجاية بتاع 2014؟ لا ما تنجحش، ما تنجحش. ما تنجحش؟ علاش حسب رأيك؟ ماش مخيل تنجح. حتى النهضة مش. ماش مخيل تخدم. خلوها تخدم تنجح، عمي خلوها. إيش قولك في مهدي جمعة؟ إيش قولك في مهدي جمعة؟ زعما ينقذ البلاد؟ والله ما عادش بيه حتى يا سيدنا، مش معروف. اش قعدت في بالك من 2013 معناتها العام اللي فات؟ اش ترى فيه باهي؟ اش ترى فيه خايب؟ السينما بالنسبه لي تعدي لي عادي. وشنو تستنى من الجاي الحكومه؟ نتمنى 2014 يجي باهي، يجي احسن من 2013 في كل شيء. والله معانا يتعدت علينا ايامات مش نورمال، ان شاء الله العام هذا اللي باش يجينا ان شاء الله مبروك علينا. ان شاء الله تعدينا خير، ان شاء الله مش نحكي لك، ان شاء الله ان شاء الله العام هذايا تعدينا مبروك وكل واحد فهمت كل واحد كاتب له. هي بد بحياتها ما احنا باش تتحليها انت باش تروحي بها للدار. والطول. شكون البلاد باش تجي؟ يعني علينا الارهاب. وكان علينا الارهاب وكان علينا بعد البلاد تسقر. أنا واحد ناس سلم ما يهمنيش كعمل قبلته ما خايف على الشعبية بني جاي أنا ما سي سلم لا حما على الشباب بني جاي هذاك كل في عيشة بيت في عيشة البيت ماشي فيها 2013 عام بصفة عامة قعدة تونس يعني مش باهي اغتيالات سياسية وطالة وطالة حياة اجتماعية على المدروب ان شاء الله هو خرج سلامات ان شاء الله يكمل يخرج يعني نجينا 2014 ان شاء الله نروح فيه كان خير تكون استرجاعات وترجع كما كان 2013 يعني قعدت عدم استقرار في تونس حوادث يعني مرعبه ما نحبش نقول انا فيه لانه كلمه الارهاب ماهيش موقعها يستعملوا فيها يعني استعمال غير صحيح اما عمل عنف وعدم استقرار فوضى تدهور الحاله الاقتصاديه ما عرفش كيف عامل الدوله اللي قاعد عايش في تونس هو اللي لاباس عليه هذا اللي قاعد من 2013 2013 مازال ما فيهاش اذا فيها خمس ايام ولا اربع ايام ربما تشوف انت في الحاله الامنيه في تونس يعني تقريبا حاله استنفار كلي البارحه يفتشوا بالناس بالسلاح يعني يدوروا في الشارع يوقفوا الكرام يفتشوا مداريس عمري ما شفت انا مداريس شنو معنا اكياس نتاع رمل قدام مؤسسات كبيره كيما السنترال نتاع رادس كيما الرومبوان نتاع شو اسمه نتاع سليمان. تتوقع انه الارهاب ينقص في 2014 بعد الحكومه الجديده؟ الارهاب ما فيه مشكله عملنا ارهاب ارهاب انا دورت في الحاضر احنا ارهاب موجود مش موجود تو مسيطرين عليه الامن اشترى بلاس شدوها ما راجع الارهاب وما نشوف الخوف وربي يسر تونس ترى ان الحكومه هذه قادره انها تنهض بالبلاد العام اللي جاي الحكومه هذه نتاع خمس شهور وست شهور عندها صحة سحرية باش تشوف لما نحاول ان شاء الله نتمنوا لها يعني تنجح يعني توصلها لمصالح الاخرين